السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة هل الله وبركاته. أحد طلاب المجموعات في حي صلاح الدين، ما هو وضع الحي شيخ؟ والله الحمد لله حاليا هلأ في عنا اليوم من الصبح إن شاء الله معركة تحرير صلاح الدين، والحمد لله بفضل الله وتعالى الحمد لله تقدمنا تقدم إن شاء الله. في الساعات القادمة إن شاء الله سنقوم بتحرير صلاح الدين بالكامل إن شاء الله بعون الله وتعالى. ما هي الإنجازات التي تمت خلال الساعات الماضية؟ والله الحمد لله تقدمنا في اتجاهات عدة، باتجاه الراموسة واتجاه الملعب، وحصرنا حاليا النظام في آخر معقل له في أحداء المدارس، وإن شاء الله خلال ساعات قريبة سنتحرر إن شاء الله إلى الحمدانية.